تحية كبيرة لكم وتحية خالصة لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأفنين وبكل مستمعينا اللي أكيد أنهم كيتابعونا وكيستمعونا الإذاعة القريبة منكم ميد راديو إلى حدود الساعة 12:00. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غنمشيو مباشرة نرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ورمضان كريم. شكرا لك اختي سكينه، تحيه لك وتحيه لفريق العمل وتحيه المستمعين الكرام وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. كيف هو يومك الاول؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. اذا معك اليوم استاذ غادي نتكلموا على واحد النقطه مهمه جدا، واللي هي بطبيعه الحال الطاقه ديال الاكل ديالنا وكيفاش نقدروا ان نحافظوا على المنسوب ديالها، لانه كيقولوا في ثقافات اخرى الاكل هو نفس. مثلا نقولوا نفس المعنى ديالو وانه الطاقه ديال الجسم ديالنا والطاقه الروحيه ديالنا كتنعكس على الطعام اللي حنا كنوجدوه، ف وبيه كتبان الجوده ديال الاكل اللي غياكلوها عائلتنا وغناكلوها حتى حنايا، واش عندها واحد الطاقه زوينه ولا لا. ولكن قبل منها انا بغيت نطرح عليك واحد السؤال، لانني شفت واحد المنظر البارح وبصدق قلت اليوم غادي نطرحه مع الاستاذ محمد احنيمي، وانه البارح خرج بحال ايها الناس تقدا شي حويجات اللي ناقصيني عادي النهار اليومي يعني ديال اليوم. فتفاجات بالكميه الكبيره ديال المشتريات ديال الناس. طيب وجميل انه كاين نساء اللي كيتقداو مثلا المشتريات الاساسيه بالشهر وكتبقى تقدا حويجات هي يوميه، ولكن البارح واحد الزحام فين ما مشيتي والناس بحال يعني الماكله اليوم غادي تسالي، وهاد الهوس هذا بحال بعدنا على النقاش اللي كنا كنناقشوا عليه اسبوع هذا على استقبالنا لشهر رمضان. اكدنا واكدوا جل من الاخصائيين على ان رمضان ماشي مناسبه اللي كنركزوا فيها على الماكله وعلى الشهيوات وعلى كذا، وانما هي فرصه اللي كنصحوا فيها عاداتنا الغذائيه السيئه، اللي كنراجعوا فيها العادات الغذائيه ديالنا، اللي كنتهلاو فيها في الصحه ديالنا، اللي كنتهلاو فيها في الروح والنفس ديالنا، كنصليو كثر، كنتعبدوا كثر، كنتقربوا لسيدي ربي كثر، كنتحركوا كثر، كنديروا سبور كثر، كناكلوا ماكله مزيانه. التقسيم ديال الصيام يعني راه كيعطينا واحد التقسيم اللي هو منطقي، الانسان كيفطر وكيمشي كيصلي كيرتاح وكيعاود يرجع كياكل واحد شي شويه، دائما كميات اللي هي بسيطه، ويت كيرتاح شي شويه ويعاود ينوض للسحور عاوتاني قبل من الفجر وياكل شي شويه، وهذا الشيء راه عنده واحد المغزى وعنده واحد المعنى، ما جاش غير هكاك وكاين. ولكن للاسف الناس ما كتستصغيش هذا الشيء اولا ما كتستوعبش هذا الشيء. فقبل ما نتكلموا على منسوب الطاقه نبغيك تتكلم معايا على المنسوب العقليه اللي خالق جدل كبير واللي خوفي كل خوفي، لانه مره اخرى نفلتوا الاستفاده ديالنا من شهر رمضان في الاتجاه الصحيح ديالها. هو فعلا اختي سكينه صراحه انا بالنسبه لي هذه القراءه ديال الواقع مهمة جدا، هذا واقعنا يعني باش للأسف واقعنا، ولكن إلى جينا نشوفه في لي دو كوتي كاين واحد الجانب اللي غادي في هذا الاتجاه، ولا في المقابل كاين واحد الجانب اللي الحمد لله فهم شنو هو المفهوم ديال الصحة وفهم شنو هو المغزى ديال رمضان، وهذا يعني شيء جميل على الأقل بعدا راه كنربحوا الحمد لله واحد المنسوب ديال الوعي كيرتفع. إلا لاحظتوا في الحلقة ديال الأمس هضرنا على العديد، هضرنا على ضياع الأكل وهضرنا على العديد من الحيثيات، من ناحية اجتماعية، من ناحية من حيث البرمجة الاستهلاكية، فيها بعض الأمور اللي ورثناها فيما يخص الجانب الاستهلاكي والجانب الاجتماعي، وبالتالي هذه المسألة هذه هي مسألة اللي عبارة عن تراكمات. كاين إنسان وحنا مطالبين يعني جميع المنابر الإعلامية جميع الناس مطالبين كل واحد من جهة دياله يعني لا أي تخصص إلا ومطالب مطالبين أننا نمشي في هذا الاتجاه هدايا، أننا ندير تحسين داك التفكير ديالنا في رمضان. شنو معنى تحسين فكر التفكير ديالنا في رمضان؟ أننا نعرفوا رمضان علاش جا، وأنا قلت لكم الأكل راه ما غاديش تحرموا من الأكل، غير هو الأكل في رمضان هو وسيلة وليس بغاية. لما كنحطو قدامنا أنه وسيلة فكنكونوا عارفين المغزى من رمضان، ماشي غنجوعوا في رمضان. بزاف الناس كنعتقدوا أن احنا هو مين تهضر معاه اختي سكينة، بعض الناس مين كتهضر معاهم في الوعي ديالو في النقاش هكا النقاش العادي لما يناقش عارف وعارف ما خصوش يكون كدرس. بحاليش المثال بحال المدخن، دائما كنرجع للمثال ديال المدخن. المدخن قاري في الباكيه ديال السيجاره ان التدخين يقتل، اي بورتون كاينين تراكمات وكاين بعض الامور كنا هضرنا عليها.
هنا ما يختلف هو اننا ورثنا بعض العادات والتمظهرات. انا دائما كنقولها لما نفك ذاك الرباط اللي بين صراع المظهر والجوهر ونوريو نعرفوا شنو هي الجوهر الحقيقي، غادي نفهموا رمضان على شجاع فعلا. نفس الملاحظه اللي لاحظتي اختي سكينه لاحظت انا، وغيكونوا لاحظوها المستمعين وحتى الملاحظ راه مهم جدا. كاين اللي ما يلاحظش، دابا كاين بعض الناس اللي تمشي عندهم، انا ماشي هي فقط نقاش اخوي، انا ماشي كنلوم شي واحد، ولكن هذا يعني انا الا غندير مال الدواء طاب وواحد ما عنده ما ياكل، ربما يتسالوا المستمعين الان دابا واش كاين باقي الناس ما عندهم. نعم كاين باقي ما عنده ما ياكل وما اكثرهم. فبالدارجه كي غدير تهبط لي ضميري انا كي غيدير اياب، زائد ضياع في الاكل. يا ريت لو كان نعم التغذيه اللي هي فيزيولوجيا، احنا نهضروا على الموضوع ديال اليوم. فعلا اختي سكينه الان دابا الانسان كاين كيمشي بالعاطفه، الانسان كيتقدى بالعاطفه، الانسان كياكل بالعاطفه، كيعمر الطبله بالعاطفه. انا قلتها للمغاربه، المغاربه عندهم حسن الضيافه، هذا ما فيش نقاش، ولكن المغاربه عندهم ذاك دهاء الاستهلاك. وانا قلت لكم راه الرفيسه العمية والعديد من الوجبات راه خرجوا من دهاء الاستهلاك ديال المراه المغربيه داخل المنظومه الاسريه. وبالتالي كاين بعض الاعطاب اللي الحمد لله غادا كتصاوب، ربما ان شاء الله نربحوا بزاف ديال الناس هاد السنه هادية اننا نفهموا رمضان والمعادله شنو هي. راه ندوزوا رمضان ويكون الجانب التعبدي قمه المستوى، ويكون التغذيه ديالنا قمه المستوى، ويكون الاهتمام ديالنا قمه المستوى. هادشي شنو كيطلب؟ هادشي كيطلب جلوس مع الذات والتخلي على الموروث اللي هو موروث. لان يعني ديما كنقول انا الناس اللي كيقول لك لا انا مثلا الشباكيه راه داخله، وي ما داخلاش في الثقافه. الا مشيتي عند واحد كيدخن يقول لك وي التدخين عاده، ولكن واش عاده جيده ولا ماشي جيده، هنا كيبقى السؤال مطروح. ففعلا كاينين هاد التمظهرات اختي سكينه في جميع المناطق، واي واحد من المستمعين راه غيكون شاف هاد التمظهرات هذه. لكن حنا في برنامج الصحه والسلامه كنقولوا عسانا عسانا اننا نديروا واحد، اذا بغينا نقولوا واحد الغوسات اللي شي شويه نحركوا فيها ضمير الانسان. الحمد لله الضمير مازال حيا، سير عند اي واحد كتلقى الضمير باقي حي. الانسان ملي كيموت له الضمير راه غالبا كنكونوا حتى حنا مساهمين، وبالتالي لما يتحرك الضمير شويه العاطفه شويه المغاربه عندهم التكافل في الدم. انا كنقولها في لينفاس نيميغاسيون فورميل سونغين، في الدم في الدم في الدم كاينه. الا داروا تحليله، كان شي تحليله بين قوسين فقط هو معنى مجازي ديال التكافل، غتلقاو المغاربه في التحليله ديال الدم عندهم التكافل، هذه ما فيهاش نقاش. لما يتم النداء على مشي مسجد التبنى، لما يتم النداء انتم شفتوا الصوره الحمد لله اللي كانت في لما وقعت الكارثه ديال الزلزال، احنا عندنا التكافل. مي لما كان قيسوا هذيك النقطة اللي كتشعل ذاك الطابع التكافل ديال المغاربة، لما كنقيسوا ذاك النقطة اللي كتشعل الضمير شي شوية، لما كنزيدوا عليها النقطة ديال الحب الصحة، عسانا إن شاء الله نخرجوا أننا نحركوا شي شوية ذاك ركود الموروث اللي هو غير صحي وغير جيد عند بعض الناس. عسانا أننا إن شاء الله غادي نكونوا غادي، لأن كاين تأثير هذه ما فيهاش نقاش. الناس خصهم يعرفوا ما نقوم به احنا في اتجاه الايجابي، هناك من يقوم به في اتجاه السلبي وما عارفش. الناس محتويات الان تقدم ها كيفاش كنوجد رمضان، ها كيفاش كنقاد رمضان، ها كيفاش كنقاد هادي، ها كيفاش كنقاد هادي، كيفاش كنقاد هادي. تقدر دير محتوى كيفاش توجد رمضان وبطريقه راقيه جدا. مي اللي كيشوف راسه، يا ريت لو كانت هذوك تقنيات الطبخ. انا بالنسبه لي والله العظيم مؤسس ما كنهضرش على كل شيء، هذاك سميته الخلط، الخلط في الافكار والخلط في المطبخ، لا علاقه بالطبخ، لان الطبخ الحقيقي فيه دهاء وفيه ذكاء، واخا. وبالتالي انا بالنسبه لي انا العديد من المحتويات كيكون ذاك الحيط القصير هو خلط هذه مع هذه وخرج هذه، هذه هي الحيط القصير. اما الحيط الطويل اللي صعيب انك تطلع له خصك تكون عندك ذاك السلوم ديال الفكر العالي باش تطلع فوق ذاك الحيط، هو الحيط ديال الثقافه المغربيه وكيفاش نصوبوا نعم سيدي واحد حاجه اللي تكون كما كنقولوا حنا بعقلها. وانا كنقولها للمستمعين راه من الصايمين المتعه حق مشروع. سيدي ربي حط التفاحه بنينه والليمونه بنينه والتمره بنينه، علاش؟ ماشي انا، راه سيدي ربي اللي عطانا المتعه، وبالتالي حق المتعه مضمون. لكن
الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. فهذه كان فقط هذه النقطة اللي سرتي لها أختي سكينة. فاليوم إن شاء الله غادي نهضروا على منسوب الطاقة، أنصحوا بعض المصطلحات وبعض الأمور، لأن بعض المرات تصحيح البرمجة كتكون هي تصحيح السلوك. العديد من الناس اليوم ولا في الأيام ديال الصيام كيحسوا ببعض العياء، الإنسان كيجيه عياء. كاين أنواع ديال العياء، أنا غنعطيكم أنواع ديال العياء كلها جاية منا، راه ماشي حيت ما كناكلش وما كنشربش، لا، حيت شنو كناكل وشنو كنشرب. فالطاقة عند الإنسان، باش نقول كاين اللي عنده برمجة أن العياء ما غنديرش هادي، عندي شي شغل حتى لورا رمضان، عندي شي حاجة نديرها حتى لورا رمضان، رمضان هو الشهر ديال أنني خصني ما نتحركش، دابا يجيني الجوع، دابا يجيني، هذه كاملة برمجة. نجيو للطاقة، شوف غادي نخرجوها بعملية حسابية وغيفهموها المستمع. الطاقة عند الإنسان كتمشي في أربعة الحوايج، أربعة، كاينش خمسة، أربعة: كاينة طاقة الهضم، وكاينة طاقة التفكير، وكاينة طاقة الحركة، وكاينة طاقة إزالة السموم. تخيل دابا أنت إنسان خلال الصيام، ما نظنوش أننا خلال الصيام راه الجسم في راحة، أبدا، يدنا اللي كتاكل هي اللي في راحة، حتى المعدة راه ماشي في راحة. وهذه النقطة اللي بغيت نصحح للمستمعين والمستمعات، يعني الله يكرمهم، باش هكايا نكونوا يعني واحد المعلومة عارفين لها الأساس. الصائم ما يظنش ان الجسم ديالو في راحه، لان شحال من معلومات كنسمعها انا في العديد من المنابر الاعلاميه يقال ان الجسم كان ابدا، واش الجسم يدخل في راحه؟ بالعكس، انا كنسميه لو غرون ميناج. شوف الامهات ديالنا ولا الزوجات ديالنا مي كيبغيو يديروا داك التخمين، كيحملوا داك التخميله الكبيره، مثلا جاي رمضان، جاي العيد الصغير، جاي العيد الكبير، لو غرون ميناج، هكاك جسمك غير هو هذاك الشيء كيكون في نهار ولا يومين، وهذا الشيء كيكون في شهر. فما نظنوا أن جسمنا خلال رمضان هو في راحة، أبدا، يدك اللي كتهز للأكل ولا مشوار ديالك اللي كتمضغ الأكل هي الوحيدة اللي شادة الراحة، الباقي كل شيء يعمل، من اللعاب، من لي غلوند ساليفاغ، حتى المعدة، حتى الأمعاء، حتى الدماغ، حتى الكبد، بل وأكثر من الأيام العادية. وأنا غنقول علاش. فالطاقة ديالنا كاينة طاقة الهضم، طاقة الحركة، طاقة التفكير، وطاقة إزالة السموم. جيد، حنا إلا وقفنا ما بقيناش كناكلو، شنو درنا؟ شدينا داك طاقة الهضم وفرقناها على باقي الطاقات. إلا فرقناها، دابا طاقة الهضم هي من خلال وحدة من أربعة ديال فين كيمشيو الطاقة، يعني ما بقيناش كنهضمو وما بقيناش كناكلو، دوك هذيك الطاقة ديال الأكل، حيت كاين اللي عنده 90% ديال الطاقة ديالو كتمشي غير في الأكل، علاش كنقولوا البتة تذهب الفتنة؟ في هذا الاتجاه، هذيك الطاقة ديال الأكل غنشدوها ونفرقوها على شنو؟ طاقة إزالة السموم، طاقة التفكير، وطاقة الحركة. يعني منطقيا أن القوة ديال الجسدية ديالك غتزيد، أن القوة العقلية ديالك غتزيد، أن إزالة السموم غيزيد، يعني هذا بالمنطق، واخا. لكن شنو كيوقع للناس دائما، وعقلوا عليها، الغذاء كاين نوعين، يعني أعطاهم الناس سيدي ربي رحمة، ووحدة نوع الثالث جابوا الإنسان. أفمن يخلق كمن لا يخلق. الغذاء عقلوا عليه كاين ثلاثة أنواع، كاين جوج أنواع اللي كاينين في الطبيعة عطاهم الناس سيدي ربي، أي غذاء كاين دارج في هاد الثلاثة، كاين جوج عطاهم الناس سيدي ربي، كاين واحد جابوا الإنسان. نبداو بالجوج الأولى، أي غذاء إلا وكتلقى فيه طاقة وحيوية أو لا حيوية بوحدها، باش نشرح، ملي كتاخد النعناع ما فيهش الطاقة، فيه الحيوية، ملي كتاخد القزبر فيه الحيوية، ملي كتاخد الكرفس فيه الحيوية، ملي كتاخد البصلة فيها الحيوية، ملي كتاخد التمر فيه طاقة وحيوية، يعني حلو. زائد أنا غنقول شنو هي الطاقة وشنو هي الحيوية. الطاقة هي المذاق الحلو، الحيوية هي المعادن والفيتامينات والمضادات الأكسدة والفلافونويد، لي بوليفينول، والألياف الغذائية. بقى لنا الاحتمال الثالث، قلنا دابا الله سبحانه وتعالى أعطانا غذاء طاقي وحيوي، أو لا غذاء حيوي، الإنسان جاب غذاء طاقي، فين هي الحيوية؟ ما كيناش.
انسان جاب النوع الثالث، المصنع، المحلي، الحلويات، الكيكه، هاد الاغذيه فيها طاقه، وهاد الطاقه باش يتم الهضمها خاصها حيويه. شحال من واحد دابا في هذه اللحظه جاه الخمول، علاش؟ حيت تسحر بشي حاجه علم الله كي دايره، وهذاك الشيء باقي الان دابا كيتهضم، كيتطلب ماء راه يجيه العطش، وكيتطلب حيويه. والانسان دابا في رمضان، اي واحد حس براسو عيا الصباح مثلا، ولادي عرف راسك ماشي الطاقه اللي ناقصه، الحيويه اللي ناقصه. علاش؟ لان حوض المعادن والفيتامينات ديالك داهم الجسم باش يهضم هذيك الشباكيه اللي تخاتت في السحور. وبالتالي دائما القاعده كتقول اننا كناخذوا الغذاء خصو يكون فيه حيويه وطاقه وحيويه. مثلا اذا خدينا الزبده فيها طاقه وحيويه، حيويه شنو هي؟ فيتامين ا، فيتامين دي، فيتامين او، فيتامين ك. الطاقه شنو هي؟ هي الاحماض الدهنيه. خدينا التمر مثلا، التمر فيه طاقه، المذاق الحلو، ولكن فيه معادن، راه تقريبا 29 معدن اللي فيه، زائد الياف غذائيه. مثلا خدينا البرتقال، خدينا الليمون، الليمون فيه الياف ديال البيكتين، فيه مواد اللي هي مضاده للاكسده، منها الليمونين، منها لاسيد سيتريك، هذوما، زائد طاقه اللي هي على شكل مذاق. وبالتالي اي غذاء في الكون، خذوا اي غذاء، كيف مثلا الخرشف، الخرشف ما فيهاش طاقه ولكن فيها حيويه وفيها الياف غذائيه وفيها مضادات اكسده. بالحق ملي كتمشي تاخذ حلوه، سواء صوبتيها في الدار سواء شريتيها من برا، هذيك الحلوه فيها غير طاقه. اذا شنو خاصها؟ خاصها الحيويه. هذيك الحيويه كياخذها من المنسوب هي الحيويه ديالك، وكتحس بالعياء خلال الصيام. ما كنهضرش انا على ذاك العياء اللي كيكون مقبول، اللي كيكون ديزون ممتع. علاش؟ يعني من بعد العصر، ما انا كنهضر على العياء اللي راه دابا. كاين الناس دابا اللي راهم عيانين، واش في راسكم دابا وانا جاي والمغرب كامل الله يرزقهم الصحيحه، كاين الناس بنايه اللي كيبنيو دابا، اللي النهار كامل هو هاس البرويطه وكيعمر في الكياس وكيعمر في الرمله وكيشد كيشد السيما وكيخلط النهار كامل هو خدام، هذا راه هو صايم. علاش؟ لان هو ما مبرمجش راسو على الـ على الـ على المكتب، مبرمج راسو على البالا خدام، على يعني بين قوسين تماره، واخا انا ما كيعجبنيش هذا المصطلح هذايا، لانه مبرمج راسو هذاك العمل القوت اليومي ديالو، وراه خدام دابا في هذه الحراره، راه مفزق الطربوش ولا الشاشيه ودايرها فوق راسو وراه خدام دابا. هذا علاش ما غايجيش عياء؟ علاش ما وي وراه العصر غايحس بهذه، ولكن في الصباح الباكر. وبالتالي هذا الشيء كامل هو عباره عن برمجه. فالخلاصه شنو هي؟ وان الطاقه تنقسم الى اربعه. ملي كنكونوا صايمين كنستافدوا من الطاقه ديال الهضم، الجسم ديالنا خلال الصيام ابدا واش هو في راحه؟ انا قلت لكم كترتاح هذاك اليد اللي كتهز الماكله ولا ماشوار اللي كتمضغ، فقط سي لو غون ميناج بالنسبه للجسم ديالنا. والغذاء كاين ثلاثه الانواع، الا حاولنا نبعدوا على النوع الثالث وخدينا النوعين الاولين، كاين الغذاء اللي فيه طاقه وحيويه، كاين الغذاء اللي فيه الحيويه، كاين الغذاء اللي فيه طاقه. كنحيدوا الغذاء اللي فيه الطاقه وناخذوا الاغذيه الاخرى، لان الحيويه هي المعادن والفيتامينات. هكا كنكونوا كندوزوا نهارنا جيد في رمضان، وما كنحسوش بداك العطش يعني المبرح، وما كنحسوش بداك الجوع المبرح. بيان سور من بعد العصر ما كاينش شي سياسه غذائيه غتمنعك ان ما يجيكش العطش والجوع من بعد العصر، لانه مرغوب هو اللي كيحط الجسم تحت الضغط، وجسمك ياكل من الداخل بعدما كان ياكل من الخارج. شنو ياكل من الداخل؟ سي لوتوفاجي، كيمشي لجميع الخلايا الضعيفه كيزولها، كيعاود يروسيكلي الاحماض الامينيه ويعاود يصوب بروتينات. سيروا شوفوا البحث ديال الدكتوره اللي دار على اللوتوفاجي او لا الالتهاب الذاتي اللي كيكون عند الصائم. وبالتالي جسم الصائم ليس في راحه، انما هو في اشتغال مستمر لازاله السموم ولاعاده برمجه الجسم. مرحبا. مرحبا استاذ، واكيد لقائنا مازال متواصل، غتسمح لي نمشوا مع فاصل ونرجعوا ناخذكم مستمعين، خليكم معنا.